طفره. احنا هنحطه في الحضانه 3 ايام ونعالج الحاله لحد ما لون عينيه وبشرته يرجع للون الطبيعي. كويس ان ساعتها جبته على طول. 3 ايام ازاي؟ طب والرضاعه؟ احنا هنركب له المحاليل. دي حاله منتشره عادي جدا بالاطفال. واضح ان حضرتك والمدام ما عندكوش الخبره الكافيه للاسف. لا 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 استني استني. طيب ينفع ان انا انقل الحضانه عندي في البيت ومعايا ممرضه للرعايه؟ احنا ما عندناش تاجير حضانات، لكن المستشفيات الخاصه بتعمل كده. ثم هنا الخدمه كويسه جدا، يعني هيبقى تحت ملاحظه برضه. لا معلش في البيت هيبقى تحت عينينا. ما دام ممكن ليه لا؟ زي ما تحب يا سليم بيه. ايوه يا سليمان. بقى تقف هنا. ايه تهنا ها؟ تهنا ايه؟ وصلنا يا سيد، ما العماره اهي. انت هتستلوح؟ بقى انت تعرف حد ساكن في العماره النظيفه دي يا سمعه؟ عيب عليك يا سيد، عيب عليك بقى يا اخي، بقول لك 10 سنين بحالهم. لا اله الا الله، 10 وساكنين في العماره دي؟ جرايه سمعه. لا ما انا هقول لك يا سيد، ما هم قبل العشر سنين دول كانوا ساكنين في حته معفنه برضه زي حالاتنا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنطلع ناخد القرض الحسن. يا ابني استنى يمكن نايمين. ما ينفعش يناموا عشان دلوقتي اوقات العمل الرسميه. يا ابني بالراحه يا ريت الجرس ضرب. هو الجرس ده بتاعكم يا سيد؟ وشوف يا اخي، يعني احنا جايين نكسبهم ثواب وهم مش عايزين يفتحوا. افتحوا بشر، ده انا سمعه مش اثر. مين؟ نهار اسود. نهار اسود، شفت ده احنا غلطنا في الشقه، يلا بينا نجري يا سمعه. ما غلطناش يا سيد، ما غلطناش. مين على الباب يا بيت؟ وجوه صعدة يا أبلة. مش صعدة ولا حاجة، ده احنا محترفين. لولا لولتي حبيبتي. يخيبك يا سمعة، تعالى. الله 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 يا سيدي، على المشية يا سيدي. سيد انت هتفضل واقف، يلا عشان ننبسط. اه فعلا انشراح. ايه الكذب ده؟ الله الله. اه بس كده؟ لا باينه الشقه. بتخرج بيا يا سمعه؟ تقول لي قرض حسن وانت واخد لي شقه؟ ابن الله احرقك. انت بتتفرج عليا يا سمعه؟ بس مباشر. بس يا اخي الله يخرب بيتك، ايه الشقه اللي انت جايبها لنا دي؟ ما تفكك بقى يا سيد من حصه الوعظ دي وتسيب الوعظ للناس الصح. انا وانت يا صاحبي لا مؤاخذه يعني في الخطيئه، احنا هناخد مصلحتنا وهنبقى من هنا. الله يخرب بيتك يا اخي، اخره المتمه الواحد جاي يستلف فلوس من شقه عرقانه. هنتشفها هنتشفها يا سيد، ولا مؤاخذة يعني يا سيد، يعني الفلوس اللي هناخدها من هنا هتطلع بيهم ابوك يا حج؟ ما احنا هنخرج ابوك الحرامي من الحبس. ابوك حرام يا سيد. قولها لي في وشي، سيح في المكان الطاق. انا مش عايز اجيب سيره امك، انا بقول لك اهو. وبعدين ايه الحكمه والوعظ اللي نزلوا عليك فجاه هنا ده؟ يا الف اهلا وسهلا يا سمعة. بالراحه يا بت على الباشمهندس، ده لسه مركب دعامه. دعامه؟ انا كنت فاكرها شقه دعاره طلعت مستشفى ومعاد الدق. مش مصدقه روحي. معقوله؟ معقوله سمعة المتين لف وطار وحط عندي؟ سمعت سمعة صاحبك المتين وكمان بيطير. منور منور عشت ليلى شمال. ليلى ايه؟ شمال. وايه الفخر اللي هي بتقول؟ وايه الصينيه السوداء؟ مش في مريض جوه دي وقتها؟ بتتودوا في ايه يا اخويا؟ انجز خش في الموضوع بقى. لولا حبيبتي. سيد ده حبيبي وصاحبي وكان مزنوق. بس كده؟ مزنوق قوي. ايه ده؟ لا انا مزنوق في فلوس. ايوه سيد سيد مزنوق في فلوس وانا جاي اضمنه. محتاج قد ايه يا اخويا؟ 8 7 ايه؟ 7 ايه 8 عشان هتمشي من غير ميه عافي كده؟ في حاجه؟ الحاجه محتاجه. قلت يا لولا. طب هتحطهم في حجركم قد ايه؟ يعني يا مسهل 3 شهور كده بالكتير. ومضيعها على نفسك ليه يا اخويا؟ ما تخليها 6 شهور 6 يعني. اه دي شمال حتى في الارقام، مش نافع اي حاجه. الـ8 يرجعوا بعد 6 شهور 10 ونص. الصبح ولا بالليل؟ لا يا عينيا 10500 جنيه. جرايه سمعه، ايه ليلى دي اللي لابسه لي بدله الكاراتيه؟ انا معايا فلوس ادفع ده؟ مش فاهم في ايه. طب اخوك بقى؟ سيب لي الطلعه دي. يلا. لولا. لولا ما هو. ها؟ لولا. كتير علينا يا لولا، ما تخليهم 9. 9 في الخير يا عينيا. والله احلف لك بايه؟ انا مكرماك. قالوا للشمال تحلف، قالت وحياة شرفي.
لا احنا شمال ولا لينا في العيال يا اخويا. ولو الدنيا لسه بخير ما كناش ربطنا الكوبايه في الكولدير، احنا بنهزر ومعانا مريض جوه. يا ست هاتي والنبي 8000 جنيه قصاد الامانه، خلينا نخلص من الليله الغبره اللي احنا فيها دي يا سمعه. يا باشا أنا متساكت، بس المسألة يعني محتاجة شوية وقت. يعني إيه وقت؟ وقت إيه اللي أنت محتاج له؟ مراتي وبنتي جالهم تسمم من 3 أيام، يعني شعوف قتل، والله أعلم مين اللي كان مقصود، هما ولا أنا ولا حد تاني. أنت عجزت يا سليمان، محتاج كشف هيئة. سرعتك قلت أوي عن الأول. يا باشا أنا ولا شبعت وعايز تقدم على معاش. ما أنا بقى مش هعيش أضرب أخماس في أسداس وأنت حاطط إيدك في مية ساعة. مش أنا، مش سالم الجرحي. مش سالم الجرح يا سليمان. ها ايه الاخبار؟ تمام، الحضانه جاهزه هنحطه فيه حالا. طيب عظيم. ارتحتي يا هانم؟ بسنت؟ اي يا بابا. روحي انت استريحي يا حبيبتي. النهار طلع والنيرس موجوده مع ريهام. يلا عشان تعرفي تشوفي شغلك. طيب لو وصلوا اي حاجه تقدروا تكلموني في اي وقت. انا اذنكم. لو احتاجتي اي حاجه كلميني. احنا جاهزين يا مدام، اتفضلي. يا سيد لزومه ايه كل ده يا سيد؟ ما كنت عديت عليا فلوس في البيت وخلصنا. عشان اتمسك وشرف جنب ابوك. قول لي حد قطرك وانت جاي؟ قلتلهم انا ليه؟ امسك الفلوس اهي، تروح تصحي المحامي تاخده من قفاه وتطلع بيه على الاسم. لو احتجت اي حاجه كلمني. بس اعمل حسابك انت هتجيلي هنا برضه المره الجايه. الدنيا بالنسبه لي بره مش امان. حاضر. خلي بالك من نفسك يا قص المطالب. مالناش غير بعض. خلي بالك انت عن نفسك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. والله وتمرد فيك التربيه يا ورده، جايه لحد هنا وجايبالي اكل وشجاير اجنبي لعمك فرحات. ما تقولش كده يا عم فرحات، انت في مقام ابويا بردك وسيد كمان. الله صحيح هو فين مش شايفاه؟ لا لا، سيد دلوقتي في حته تانيه خالص. يا ريت اكون مكانه. ايه خد افراج؟ افراج ايه؟ هرب هرب من الجنيه. الله يرحم امه بقى. هرب الله.